ادي ادم ادم شيكابالا ادم شيكابالا وتحيه كده تحيه كده من تحيه من كل اللي موجودين. وادي هنا في بوكس بوكس لعيبه نادي الزمالك بتحتفل بالتتويج ببطوله الدوري على طريقه لعيبه البوكس. لعيبه البوكس لعيبه نادي الزمالك كده. ادي امام عاشور اهو بيهزر. ده كان اول بث مباشر لينا النهارده من داخل استاد القاهره الدولي، ونقلنا ليكم في كواليس الملعب وما يحدث داخل الملعب ووصول الفريقين والطريقه الكوميديه اللي نزل بيها لعيبه نادي الزمالك النهارده. هم مرتدين كده اللي هو الـ 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 الادوات بتاعت لاعب البوكس اللي هو يعني كاننا بنلعب ملاكمه يعني، فعلى طريقه لاعبي الملاكمه وعلى طريقة كوميدية الحقيقة نزل بيها لعيبة نادي الزمالك النهاردة. طبعا في ده طبعا دي إشارة واضحة إشارة واضحة. وادي كمان آدم شيكابالا، ادي آدم شيكابالا.